السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين شيوات أم العربي، كنت كتار اللي بغيت وصفات سهلة للغداء أو للعشاء، فغنعطيكم واحد الطبق ديال البطاطا. كيجي خطير بزاف بزاف، كيوجد 30 دقيقة هالغدا واجد. تبعوا معايا المراحل وطريقة التحضير حتى الأخير باش تعرفوا عليه. هنايا درت كيلو ديال البطاطا اللي مغسوله طبعا ومقطعه هكا دوائر، ودرتها في هذا المول اللي غادي يدخل الفران مباشره. فاشنو غادي نحتاج معاه؟ غادي نحتاج معاها شويه ديال الحبق، الى عندكم طري ديروه، انا ما عندي يابس، غادي ندير البازيليك هكا يابس. فكيف تشوفوا غادي ندير الحبق، كيعطي واحد المذاق الزوين. غادي نحتاج شويه ديال السودانيه، غير شويه، غادي نحتاج شويه ديال الفلفل الاحمر ولا التحميره، وشويه الملحه، الجهد اللي غادي يعني طيب يعني اللي تملح لينا من المره الاولى. وغادي نحتاج شويه ديال زيت الزيتون، فهنا كي قلت لكم احتاج شويه ديال زيت الزيتون. تقريبا واحد نص كاس صافي. وغادي نخلط هاد المكونات مع هاد البطاطا، يعني غادي نتخلط مزيان. نخلطوها حتى كلها تلبس. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما تخلطات كامله، فدابا راه شعلت الفران، درتو على 200 درجه، غادي يسخن وغادي ندخل يعني البطاطا طيب حتى طيب. غادي نغطيها دابا بورق الطبخ ومن بعد بورق الالومنيوم، غادي نخليها حتى وكان طيب، وغادي ندوزو نوجدو الطبقه الثانيه اللي غنديروا عليها اللي هي شويه ديال الكفته. اخواتي من بعد ما رميت البطاطا في الفران، واحد الاخت قالت لي ما تبقيش تقولي نرمي، بعد ما دخلت الطاوة ديالي للفران طيب، فدابا خديت واحد النقيله اولا كاسرونه ولا اللي عندكم، ودرت فيها شويه ديال الزيت، غنخليها تسخن شويه. هنا دايره جوج ديال البصلات، نجيب شي مغيرفه ديال العود. فهنا من بعد ما سخنات لي الزويته غادي ندير هذوك جوج حبات ديال البصله، وغادي نخليها تشحر غير واحد شويه، وغادي نضيف عليها الكفته. الكفته على حساب حسابكم، يعني ممكن دير 250 غرام، ممكن دير 500 غرام، يعني على الحساب اللي عندكم الثومه. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما تشحرات لي ديك البصيله، دابا غادي نضيف الكفته ديالنا. القياس كيف قلت لكم اللي بغيتو البنات، هنا انا درت 500 غرام صافي. وغادي نخليها طيب، غير تحلينا الكفته وتفرتت مع البصله. والعطريه ما غنديروش بزاف، غادي ندير غير مليحه وبزار. كتشوفوا اخواتي من بعد ما شحرات لينا ديك الكفته، فدابا غادي نضيف الملح، شويه ديال الملح وشويه ديال البزار، وما نكثروش الملح في الكفته لاننا غادي نديروها بالفرماج من الفوق. شويه ديال البزار صافي. غادي نخلط دابا ونكفي البوطه.
غادي نحتاج شويه ديال الفرماج احمر محكوك تقريبا واحد 150 غرام. صافي الكفته ها هي طابت، انا طفيت عليها، غادي نخليها دابا على جنب يعني نخرج البطاطا من الفران. هنا كيف كتشوفوا البطاطا ديالنا من بعد ما طابت وخرجتها من الفران فهمتوا ما خداتش ليا حتى 15 دقيقه كانت طايبه، يعني هذا غدا ديال السرعه، البطاطا كطيب تشحر الكفته 35 دقيقه ها الغدا واجد. هنا غادي نديك الكفته اللي حضرنا مع بعضياتنا، غادي نحطها فوق نوزعها هكا فوق البطاطا. فالوليدات كيعجبهم بحال هذا الاكل، نوزعها البطاطا كاملة. على هذا الشكل صافي. ودابا غادي ندير الفرماج، الجبن الاحمر راني حكيتو، غادي نحاول نوزع عليها الجبن الاحمر وغادي نرجعها للفران غير يذوب ليا الجبن ونقدموها بصحة والراحة. صافي غادي ندخلها دابا للفران غير يتحمر ليا الفرماج ويذوب وغادي نقدموه ونشوفوا الشكل النهائي ديالو كيف كيجي. وهذا هو الطبق ديالنا البنات اللي وجدت معكم بالبطاطا والكفته، يعني طبق سهل وسريع التحضير، ممكن توجدوه كيف قلت لكم في 30 دقيقه وها الغديوه واجده. فنتمنى الفيديو ديال اليوم يروقكم وينال الرضا ديالكم وتجربوه، وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من لايك الفيديو واشتركوا بالقناه ديالي قناه شهيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. فإلا بغيتوا ديروا صوص بشاميل البنات ممكن ديروها، فانا ما بغيتش نديرها باش ما تجيش عاوتاني ثقيله بزاف، يكفي هذا شويه ديال الفرماج دخلته كيف شفتوا حتى تكغاتينا هكا وتحمر وصافي. غادي ندير انا غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل. دمتم في حفظ الله ورعايته ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله.